واشنطن تايمز: تشكيل جدار عربي أمريكي ضد الإرهاب القطري والإيراني. بيزنس إنسايدر: زيادة مشتريات قطر من السلاح بنسبة 282%، قائمة الثمانين القطرية من دون العرب. الجار الله: خريطة طريق كويتية قريبا وعقوبات لقطر حال رفضها. بنوك أجنبية تشتري قروضا من مصارف قطر. مصر: حل أزمة قطر بامتثالها للمطالب. خبراء للاتحاد: إخوان اليمن يدافعون عن إرهاب قطر.